السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وزارة الأوقاف عرض خطة عودة العمل بالمساجد على مجلس الوزراء خلال الأسبوع القادم. صرح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن الوزارة قد أعدت خطة وضوابط معينة لعودة العمل بالمساجد، وسيتم عرضها على لجنة إدارة أزمة كورونا المقرر عقدها بمجلس الوزراء في بداية الأسبوع القادم بعد انتهاء أجازة العيد بالبلاد التي امتدت نحو الأسبوع في ظل الظروف الراهنة من مواجهة كورونا المستجد. ووجه وزير الأوقاف خلال الفترة الحالية بسرعة توزيع السجاد اللازم لفرش المساجد بداية من السبت القادم 7 شوال 1441 هجري الذي يوافق 30/5/2020، حيث ستبدأ الوزارة في توزيع 320 ألف متر سجاد صلاة جاهز للتسليم لمديريات الجمهورية المختلفة، وكذلك تجهيز كبائن التعقيم الضرورية خلال فترة التعايش مع كورونا. المواعيد الجديدة لمترو الأنفاق بدءا من السبت وفقا لمواعيد الحظر بعد العيد. صرح مصدر مسؤول بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو عن تعديل مواعيد قطارات المترو وبخطوطه الثلاثة بدءا من السبت المقبل، وذلك تماشيا مع قرار تعديل حظر التجوال، وقد وجب التنويه عن ذلك نظرا لأن ملايين المصريين يرتدونه على نحو يوم، ولمنع حدوث أي تكدسات أو تعطل للمواطنين وشؤونهم خلال الأزمة الراهنة. وأعلنت إدارة مترو الأنفاق جدول التشغيل على النحو التالي: الخط الأول مواعيد قيام آخر قطارات المترو من محطة حلوان في الساعة 7:15 مساء، ومن محطة المرج الجديدة الساعة 7:30 مساء. الخط الثاني موعد قيام آخر قطارات المترو من شبرا الخيمة والمنيب تمام الساعة 7:30 مساء. الخط الثالث مواعيد آخر قطار من نادي الشمس تمام الساعة 7:15 مساء، ومن العتبة 7:45 مساء. هذا وأكد مصدر مسؤول أنه وفقا للتعديلات في حظر التجوال فإن القطارات ستبدأ العمل بدء من الساعة 6:00 وحتى 8:00 مساء خلال تلك الفترة الراهنة لحين تعديلات أخرى، ويجب على المواطنين الالتزام بالمواعيد المقررة لحظر التجوال لعدم وقوع عقوبات عليهم وارتداء الكمامة في مختلف المواصلات العامة وأولها المترو. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.